هذه طرف جوج بالنسبه ليا عندها من الاهميه بمكان هذا الشيء اللي نوقف عند هذا النقطه باش نسير بعض الملاحظات. اولا اعطاء الصلاحيه لامانديس لاقتناء او نزع ملكيه مجموعه من العقارات او الاراضي باسم الفائده جامعه طنجه، يعني في الاخير هذه العقارات هذه الملكيه كلها كتولي عند جامعه طنجه وهذا ايجابي ومزيان. معليش اعتذر. والرئيس في الكلمه ديالو الكلمه الافتتاحيه ديالو تكلم على مجموعه من النزاعات مجموعه من الاحكام واللي تربط اما طرف الائتمان وهادشي منذ قديم معروف هذا الملف ديال العقارات وكذلك على الاسلوب ديال التراضي مع مجموعه الناس اللي حلوا مجموعه الاشكالات وهادشي سيضر لانه واخا تحل عاود تيجي مشكل اخر وكذا وهذا اجراء مهم ترفع من الاعتمادات وتعالج عن طريق التراضي هذا مهم. ومعلوم عند الجميع ان مدينه طنجه عرفت سابقا واحد المجموعه ديال الاحكام واحد المجموعه ديال المبالغ الماليه اللي تقطعت من الميزانيه ديال الجامعه واللي انعكست تقريبا انا في تقديري فاقت واحد 70 مليار سنتيم خلال بعض السنوات حتى جا ديك القانون الماده 9 اللي كانت قبل منا دازت مجلس النواب ماده 8 ومن بعد عرفت مجلس المستشارين ماده الشيء ورجعت مجلس النواب بدا لقى واحد الحراك لمده سنه او اكثر حتى جابت وزاره الداخليه ذاك في اطار القانون المالي ربما ديال 20 ولا ديال 19 على اساس الماده 9 باش يتوقف واحد المده معينه باش تمكن المؤسسات العموميه وتمكن الجامعات معالجه هذه المشكله. فعلا دابا الكل منتبه لهذا الملف هذا وبالتالي هو مهم بمكان. جدول العمل اللي جا في هذه النقطة هذه السيد الرئيس النقطة رقم جوج جات حسب جدول العمل أنا بالنسبة لي كاين 22 عقار فالتقرير جات محددين هنا 23 عقار لا باش ننتبهوا شي شوية وواحد مجموعة العقارات من 23 حتى 23 هي غير مسمات غير محفظة وبالتالي كنقولوا ان هذا العقار موجود في الرهراه معروفه كبيره فين مشى هذا العقار ما عرفش للاسف انني كنت كنتمنى في اللجنه يتم التدقيق دابا ملي كنرجعوا نتكرر في اللجنه الى بغيت نقرا لكم هذه الفقره اكدت اللجنه على ضروره حصر جميع العقارات والقيام بما يلزم من اجراءات مصداريه واداريه للحفاظ عليها وتعزيز الرصيد العقاري للجماعه تعميمها. انا مزيان الا كانت هذه النقطه التدقيق حنا مع التدقيق للاسف ان اللجنه لم تدقق هذا هو الملاحظه اللي عندي انا وسولت اللي حضروا في اللجنه الاعضاء ديال اللجنه ديال التعمير انهم ما دقوش اعتبروا بحال اللي قلت السيد الرئيس هذا ملف هذا تحصيل حاصل داك الشيء قائم وكذا وبالتالي انا اللي بغيت ننبه له هو انه هذه الاجراءات وهذه التدقيقات هي مهمه وحنا كنعرفوا السيد الرئيس ان النقطه 5 هي غتجينا في النقاش بعد هذه النقطه هذه رئيس ديال المصلحه جا من اللجنه في سبعه العقارات اللجنه قبلت واحد ثلاثه ولا اربعه ورفضت واحد ثلاثه لان فيهم بعض الاشكالات بمعنى انه دققنا نقدروا نوقفوا على بعض الاشكالات ولهذا اللي كنقول هذا التدقيق هو مهم وخاصه ان في هذا الملف هذا ديال رئيس اللجنه صحيح كيعمل يعني واحد المجهود كنعرف الطبيعه الخدمه ديالو رئيس اللجنه ديال المصلحه ديال الممتلكات والمنازعات كيعمل مجهود ولكن ممكن بعض الامور ما ينتبهلهاش ولا ممكن بعض الامور ما كيدققش فيها طبيعه الحال الملفات كثيره وبالتالي كيخص هذا الدور ديال المنتخب والدور ديال اعضاء المجلس وكذا هما كيدققوا معاه كيلاحظوا بالتالي انا بالنسبه لي ان هذه النزاعات ديال الامانديس اللي نزعت الملكيه ديالو كاينين الان كما فهمك السيد الرئيس بان كاين قضايا مرفوعه كترش المحاكم ضد امانديس وفيها مبالغ كبيره وهناك رغبه في ادخال الجماعه في هذا الملف هذا ملف معقد وبالتالي انه هذا كتبقى الصلاحيه ديالكم انتم غتشوفوا كيفاش تعالجوا هذا المشكل هذا ولكن هو مشكل مطروح لحد الان مطروح.